في أحضان الطبيعة وبين نسيمها العليل، يهوى أعضاء نادي الدراجات الهوائية في منطقة وادي عارة ممارسة رياضتهم المفضلة منذ سنوات عديدة. هدف الوادي رايدرز كنادي أول شيء هو فكرة مبادرة تربوية اجتماعية اللي بتحول الرياضة بشكل عام لثقافة، وهي أيضا مفتاح، أنا حسب رأيي مفتاح للرياضة بشكل عام والدراجات الهوائية بشكل خاص لإحداث تغيير بالمجتمع. لأنه أنا بقول دائما الأشخاص اللي بركبوا بالدراجة الهوائية حتى أشخاص عندهم إرادة، بيكونوا بساعات بدري، بيعملوا جهد خاص، وهم عادة علاقتهم مع بعض جدا ممتازة. من مناطق مختلفة وفئات عمرية متباينة التقى هؤلاء، وما بين تعزيز مهاراتهم الرياضية والجوانب الترفيهية جمعوا عبر دراجاتهم الهوائية. قبل 3 سنين تقريبا فت على النادي رايدرز، مجموعة النادي رايدرز، أنا بكيت مبتدئ يعني هواي، بكيت عندي هواي كهواي ومبتدئ يعني فيش عندي الخبرات، فت على الوادي رايدرز أعطونا برنامج تدريبي، برنامج أسبوعي، برنامج مكثف اللي بكان مرتين بالأسبوع، وخلال الفترة هاي تقدمت وحسيت إنه بالفعل أنا في عندي طاقات اللي بقدر أقدم، وشوي شوي فتنا على سباقات وجبنا إنجازات الحمد لله مليحة. يحرص أعضاء النادي على إضفاء بعد وطني على هوايتهم، إذ يعمدون دوما على زيارة القرى الفلسطينية المهجرة ليحكوا تاريخها وإن كان ذلك على أنقاضها. احنا طبعا بنختار مناطق اللي لنا تاريخ فيها، لنا تاريخ كفلسطينيين، يعني هي بنختار مناطق اللي في مناطق مهجره، قرى مهجره، عاده بكون معنا واحد اللي عرفنا جغرافيا على المنطقه، على تاريخ مين كان هنا، متى هجرت، مين كان ساكن فيها. فالحلو فيها انه الحمد لله نمارس الرياضه وفي نفس الوقت يعني نتذكر قرانا المهجره الفلسطينيه. 3 عوامل شكلت نواة هذا النادي، فبعد المغامرة وجمال الطبيعة يبقى الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية العامل الأبرز بالنسبة لهم.